قال لك هذا واحد الفقيه جاي بايص للجمعة، هو راكب على بيكالا، هو حبسو واحد البوليسي قال لي وقف، قال لي اعطيني الوراق ديال هاد البيكالا، قال لي اودي هاد البيكالا راه شريتها غير بواحد الورقة، جبد الوراق ديالها، ما تجبد الوراق. الفقيه بغا تفوت عليه الجمعة، قال لي دخلنا عليك بالله يا شبيتي، قال لي اخويا غير شي قهيوة، ضرب يديه لجيبو، هذاك الفقيه عطاه 400، يلا زاد شوية هو يصفر لي، عاوتاني داك البوليسي قال لي الفقيه الفقيه، قال لي نعم سيدي، قال لي فرا اطلود اللي بغا يصلي، قال لي اوليدي انت غسل غير يديك ورجليك، قال لي الوجه، قال لي كون عند امك الوجه كاع ما تقول لي 400 درهم. قال لك واحد الفقيه كان مشارك في الصراغ لا وتدير مع الخبزواتي 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 يا واحد النهار وين تحول الفقيه لصالح ولا ما كاين عش وما كاين عرض عليه هذا عرض عليه هذا الغداء والعشاء فقيه ولا معرق مع راسه واحد خينا هو يجي قال لي الفقيه فين كاين القبله قال لي فوت على الصراغ لا وصلي في البيت ها اش الحماتت لي مرتو والناس غادي كتقول لا اله الا الله هو كيقول لهم بو حماد فك الله يلا شي قال لك هذا واحد الراجل مشى يدوز مشى عند طب قال ليه طلع للتروازي ميطاج باش دير سكانر السيد طلع في السانسور بان ليه كامل مرايات وضواو يسحبوا هو السكانر حيد حوايجو كاملين وبقى كيتسنى ملي وصلت حل الباب بانت ليه الفرمليه شاف شو عليا نغوتات ويقول لها ما تقوليش عندي الكونسير هادو وحجين بغا يخطبوا واحد لبنت المهم قعدوا الناس في الدار هي شافت الخطاب قالت اش نجي المانجر اجي نصلي قدامهم باش يقولوا انا فيا المعقول وهي تبدا تصلي وشوخو وشو عشي بكا تتبكي تتخشى وهي تقول ام العريس لعباد الله واجي يا العروسة تتصلي تبارك الله بالخشوع وهي تسمعها وهي تقطع الصلاة قالت لها واجي شراء كاع ما موت ما كنت توتتكم جيت تنركلي هنا وتنطح لا بلاك لا جورني علي غادي تيكوت السلام عليكم خوتي هكذا الشيطان هو ولده داروا دورة ديال العالم دازوا على العراق ودازوا على سوريا وكاين الحرب قال لي هادشي انا اللي درتوه الشيطان قال لولده انا اللي درت لهم الحرب مشاو ليبيا لا ميم شوز مشاو لمصر لا ميم شوز قال لك داز للمغرب قال لي هنا با ما كاين والو قال لي هنا فين قريت خولينا خولينا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه